بالنسبة لنا احنا يعني دائما الواحد يكون متفائل وعن طريق الحوار يستطيع أن يصل إلى نتائج إيجابية كما حدث في الكثير من الأزمات السابقة، الكهرباء وغيرها، والكثير من الأزمات التي واجهناها نصل إلى حل مثل ما قلت سلفا نواجه فيه التحدي الاقتصادي ولا نهرب منه، لكن أيضا هناك آليات عديدة نختار الآلية التي لا يتضرر منها المواطن الكويتي. الحكومة لها أدواتها والمجلس له أدواته، وهذا أمر سابق لأوانه. أنظر بعين التفاؤل إن شاء الله للاجتماع الذي سيعقد بين المجلس والحكومة، وإذا لم نصل إلى نتيجة حينئذ لكل حادث حديث. النواب المجلس ولله الحمد والمنة غالبيتهم يعملون بمسؤولية تامة بعيدا عمن يحاول الاصطياد في الماء العكر أو من يغتات على الأزمات ويحاول أن يستفيد منها من أجل دغدغة مشاعر بعض الناخبين دون تحمل أي مسؤولية تجاه الأخطار الحقيقية التي نواجهها. ما نقوم به هو واضح، وهذا نهج ومبدأ المجلس، لا نهرب من التحديات الاقتصادية ولكن ليس على حساب المواطن.